بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اليوم الأول الكورسات الخاصة بال 3D Studio Max. الكورس ده هيبدأ من البداية، أو دي أول محاضرة ليكتشر للي ما يعرفش 3D Studio Max أو أول مرة يشوف البرنامج. فهنبدأ المقدمة بتاعتنا إن شاء الله بأول هدفين: النافيجيشن أو مجموعة الأدوات الخاصة بالحركة داخل 3D Studio Max، ودي عبارة عن 8 أزرار موجودين في أقصى الكورنر اليمين أسفل، والمجموعة الأخرى اللي هي الترانسفورميشن هنتناولهم على كذا فيديو إن شاء الله. أول فيديو هنبدأ نحكي فيه هو الفيديو الخاص بعملية الترانسفورميشن، وإحنا بنشتغل في الترانسفورميشن كمان هنتكلم على بعض الاختصارات. لازم نتأكد يا جماعة إن إيدينا اليمين دايما على الماوس، إيدينا الشمال دايما على الكيبورد. أي اختصار بنعمله بتستخدم إيدك الشمال، أي شغل تاني بتعمله نافيجيشن أو أي حركة بتستخدم فيها الماوس. أول ملحوظة لازم نحكي فيها إن في إطار لونه أصفر، في ويندو لونه أصفر حوالين الأكتيف فيو بورت. لو دي الأكتيف فيو بورت بتاعتنا فهنلاحظ إن الإطار هنا، ده معناه إيه؟ إن أي شغل هيتم في الأكتيف فيو بورت. لو جيت ضغطت كليك في الفرونت اتنقل للفيو بورت الأصفر، أو اتنقل للويندو عفوا الأصفر للفيو بورت الجديد، وهكذا. فكل مرة أنا بنقل بيعمل أكتيفيشن للفيو بورت الخاص بيه. أول اختصار ممكن نحكي فيه اللي هو الكورنر دايت اللي هو Alt W. تضغط على الايكون بتاعتها اللي هي توجل مينيمايز او ماكسمايز او الت دبليو، نفس النتيجه دي بتكون مهمه طبعا عشان نكبر الشاشه، عشان لما نيجي نشتغل ان شاء الله نقدر نشتغل في حيز يكون حجمه اكبر نسبيا. هرجعها تاني. تمام. طيب تاني شيء، تعالى نرسم كده بوكس صغير عشان نقدر ان احنا ندرس عليه بعض الاوامر الاخرى. تاني امر عندنا اللي هو اسمه اوربت. الامر الخاص بالاوربت هو عمليه الدوران، بس لازم ملحوظه مهمه جدا نفهمها. الجسم ثابت لا يدور ومش بيلف، اللي بيلف هو احنا المشاهد الفيور اليوزر المستخدم، هو اللي بيبرم، هو اللي بيلف حوالين البوكس. تمام. طيب الامر ده ممكن نعمله بطريقه تانية اسهل. ايه هي الطريقه التانية الاسهل؟ لو ضغطت على الت وسكرول، سكرول هي العجله الموجوده في الماوس، سكرول مع الت الاثنين بنفس الوقت بتدينا نفس النتيجه اللي هي الاوربت. يبقى احنا نقدر نعمل الاوربت بالطريقه دي. كمان الفيو كيوب الموجود هنا، شايفين الفيو كيوب ده؟ لو جيت ضغطت عليه وبدات اتحرك حواليه كمان نفس النتيجه. كمان طريقه ثالثه او طريقه رابعه، كنترول ار كمان تفتح لنا الاوربت. يبقى احنا كده اربع طرق مختلفه نقدر نعمل بيهم الاوربت. اول طريقه الايكون، تضغط على الايكون ديت تعمل اوربت. الطريقة التانية Alt وScroll، ودي أفضل طريقة الحقيقة وأسرع طريقة. الطريقة اللي بعدها تضغط على أي نقطة في الفيو كيوب اللي هو المكعب الأبيض ده، أي نقطة واعمل Drag، يعني خليك ضاغط على النقطة دي وابدأ اتحرك بالماوس يبدأ يدي لك النتيجة. أو آخر شيء Control R، وقف في نص الدايرة بالظبط وابدأ أعمل عملية الدوران عشان تقدر to experience the box من جميع الزوايا المختلفة. ناخد اللي بعده. طبعا ده امر شهير موجود في كل برامج 3D وكل برامج الجرافيكس على الاطلاق، اللي هو امر pan. مجرد ما اضغط على pan اقدر اعمل تحريك للشاشه يمين شمال لفوق لتحت. نقدر كمان نضغط على pan بطريقه تانية وهي السكرول، نفس السكرول بتاعت المره اللي فاتت، لكن المره دي انا هضغط عليها من غير الت، يعني انا هضغط فقط على السكرول بس بدون الت، هتديني كمان نتيجه البان. او اخر شيء اللي هو كنترول بي هو الاختصار اللي بيفعل الايكون بتاعت البان، بي فور بان طبعا او بي فور بان. يبقى ثلاث طرق مختلفه، يا اما نضغط على البان او نضغط على سكرول او كنترول بي. دي كانت الامر اللي بعدها. طيب الامر اللي بعده في الصف اللي تحت، الامر الرابع من اليمين على الشمال، فيلد اوف فيو. لو جينا استخدمناه هيبان ظاهريا ان هو مشابه جدا جدا لامر زوم، بس الحقيقه هو مش زوم. والحقيقه انا بحب دايما اتكلم على الامر بتاع فيلد اوف فيو مع الامر الخاص بزوم. زوم برضو لو جينا استخدمناه هنلاحظ هو متشابه جدا جدا مع نفس النتيجه. نشوف كده الفيلد اوف فيو، في تشابه ظاهري، الا ان الاختلافات بقى. لو جيت استخدمت زوم انت فعليا بتتحرك، بتقرب من الجسم وبتبعد. فلو انا جيت اقتربت جدا جدا هلاقي نفسي دخلت جوه الجسم وبعد كده خرجت منه واخترقته. يعني الزوم كأنها حركة، انت بتتحرك للأمام للخلف او تاني. اهو زوم كده هقرب، انا كده دخلت جوه البوكس، اهو الكورنر بتاع البوكس من جوه مبين. هكمل، انا طلعت او اخترقت البوكس بالكامل. فهي اكشوال عملية الزوم هي عملية حركة،
دي لو استخدمت زوم اللي هي الماجنيفاير، الايكون بتاعت الماجنيفاير. الزوم ديت ممكن تعمله بطريقه تانية، ممكن بالسكرول بتاعت الماوس، هي ذاتها اللي عملناها في الاوربت وهي نفسها اللي عملناها في البان، لكن المره دي احنا هنعملها تحريك، هنحركها، مش هضغط عليها ولا هضغط عليها مع الت، لا احنا هنحركها. مجرد ما بحركها بالشكل ده كده اهو نفس النتيجه، اخترقت البوكس اهو. هكمل، انا بحرك السكرول بتاعت الماوس اهو، هكمل كده طلعت من المرات من الناحيه الثانيه، يبقى هي نفس الشيء. كمان زوم ديت اللي هو بتضغط عليه هنا او بالسكرول، لاختصار تاني تالت عفوا، الت زد، الت زد. يبقى انت لو عملت الت زد كمان بتعمل زوم. يبقى في تلات طرق للزوم، يا اما الايكون او تحريك السكرول او تعمل الت زد. ملحوظه اخيره بقى مهمه جدا جدا، لو انت بتعمل زوم، لو انا جيت عملت زوم في الميله دي في الناحيه دي، هيعمل زوم على المكان اللي انا شديت عنده الماوس، شايفين؟ طيب لو جيت عملت زوم مثلا في السنتر اوف ذا بوكس تقريبا في المنتصف، وجيت عملت زوم، يبقى هو بيعمل زوم في المكان اللي انت عملت عليه. طب في الميله اللي تحت مثلا اهو، ما انت بتعمل مكان ما بتعمل زوم وبسحب الماوس، هو بيعمل زوم في المكان اللي انت واقف عليه. هتلاحظ وانت بتعمل الموضوع ده ان في ايكون خضراء او في كره خضراء ظهرت، الكره الخضراء دي بيقول لك ده المركز اللي انت بتكبر عنده، لان ممكن الماوس تتحرك يمين شمال، لكن بيقول لك ده مركز التكبير او ده المكان اللي انت قصدت تكبره بالزوم. ده فيما يخص الزوم. لكن الفيلد اوف فيو، الفيلد اوف فيو انت ما بتتحركش، يعني انا مهما عملت تكبير مش هخترق البوكس، مش هدخل جواه، مش هينفع. لكن هو بيوسع زاويه الرؤيه فيهيئ لك بصريا انك بتقرب او بتبعد. يبقى ده تقدر خدعه بصريه مشابهه للزوم، بس هي مش زوم، اللي اسمها فيلد اوف فيو، لكن الزوم هو فعلا التكبير او التصغير الحقيقي. طيب عندنا بعد كده في زوم اول، هنلاحظ ان زوم اول هي نفسها زوم، لكن لو لاحظنا هنلاقي الايكون بتاعت زوم اول في وراها اربع ويندوهات او اربع شبابيك فيو بورتس. مجرد ما بتعمل زوم اول هتلاحظ ان الاربعه فيو بورتس بيكبروا الزوم فيهم بنفس الوقت، دي اللي اسمها زوم اول، يعني دي كانها بتعمل زوم لكن للاربع شبابيك رؤيه بنفس الوقت. وده طبعا يختلف عن الزوم اللي هي بتعمل فقط في الاكتف فيو بورت. الزوم العاديه بتعمل في الاكتف فيو بورت، لكن زوم اول بتشتغل عليهم كلهم هم الاربعه بنفس الوقت. كده فاضل عندنا الايكون قبل الاخير اللي هي اسمها زوم اكستنت، زوم اكستنت. ودي عشان نقدر نوضحها هحاول ارسم اكتر من مجسم في الفايل بتاعنا. مثلا عندي مجموعه مجسمات، وسي مثلا انا قربت جدا من هذا المجسم اهو، بس انا مش مختار اي شيء. لو جيت قلت له زوم اكستنت كده، هنلاحظ ان هو دخل لي جوه حيز الشاشه الاربع المجموعه البوكسز الموجوده. طيب لو انا عملت سيلكت على واحد منهم، زي مثلا انا عملت سيلكت على ده فقط، وجيت بعد كده هعمل مثلا زوم اكستنت، هلاقي ان هو كبر لي او وصل لحيز المربع او المكعب اللي انا عامل عليه سيلكت. طيب هعمل دي سيلكت، هلغي الاختيار، هرجع تاني. ممكن نعمل نفس النتيجه زوم اكستنت اول، يعني يعمل على الاربع شاشات او الاربع شبابيك رؤيه بنفس الوقت اهو. اضغط عليه كليك اهو تاني، تعالى نبعد هنا اهو، هنا هبعد بره، هنا هقرب جدا، يعني خليت كل واحده بسيتنجز مختلفه اهو. هاجي اضغط على زوم اول اكستنت، هنلاحظ على طول في ميله واحده ان هم وصلهم لي كلهم في الاربع شاشات. برضو هنا تحضرني اختصار جميل جدا احنا بنستسهله، اللي هو حرف الزد، حرف الزد، حرف الزد فقط لوحده مش معهوش اي شيء تاني. مجرد ما بتضغط على زد اهو بيعمل زوم اكستنت، بس في الاكتف فيو بورت اللي هي بديل عن زوم اكستنت دي. يبقى عملت دي سيلكت وبعدين ضغطت على زد، هيختار لي اهو كل المجموعه من تاني. دي كانت مجموعه النافيجيشن او مجموعه ادوات الحركه الاساسيه، ودي مهمه جدا جدا ان الواحد يتمرن عليها، يعني مش كافي المعرفه فيها لا تكفي، لازم الواحد يتمرن عليها كتير عشان نقدر نوصل فيها لمستوى من اللياقه عالي. لو اتقننا نافيجيشن تول اللي احنا قلنا عليها والنافيجيشن تولز، مجموعه ازرار التحكم في الملاحه دي، هنقدر تسهل علينا جدا وتوفر علينا وقت ومجهود في الشغل بتاع 3 دي ستوديو ماكس. نقدر نعمل افلام فيديو انيميشن بعد كده متقدمه ومتطوره جدا بروفيشنال وايز، هنقدر يعني هتسهل علينا الحياه كتير. فدي محتاجه على الاقل ساعه ساعتين من التدريب، وطبعا كل مره بنفتح 3 دي ستوديو ماكس وبنشتغل احنا اوتوماتيكلي لا اراديا بنشتغل بهذه المجموعه، فده كمان بيعلي من مستوانا اكتر واكتر. نراكم في الفيديو القادم.